واحنا بنتكلم بقى على اداره المواهب روح لدكتور ضياء. حضرتك مهتم كمان بجانب الموهبه وتنميه الموهبه بجانب تربوي للمشاركين في الكورال او الطلاب والطالبات. بالتاكيد. ليه؟ طبعا احنا المفروض طبعا برحب بحضرتك طبعا والساده المشاهدين. الجانب التربوي عندنا نابع من الجانب الاكاديمي عندنا. طبعا دكتور عمرو زميلي وانا اعضاء التدريس بجامعه المنصوره. فطبعا بنلاقي دايما الدعم والثقه من اداره الجامعه من اول رئيس الجامعه طبعا الاستاذ دكتور شريف خاطر. وطبعا برضو عشان نحق الحق طبعا برضو كان في داعم لنا قبل رئيس الجامعه الحالي طبعا المباركه طبعا على رئيس الجامعه طبعا الجديده طبعا الدكتور اشرف عبد الباسط كان رئيس الجامعه السابق برضو. فكان دي اول حاجه لنا دعم ليها. وطبعا بقى سياده النائب استاذ دكتور محمد عطيه البيومي ده دايما دافع كبير قوي 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 للنشاط الطلابي، لان طبعا النشاط الطلابي ده كله والنشاط الفني كله تابع لاداره اسمها اداره رعايه الشباب والطلاب. فهم بيحبوا دايما يستعينوا بالاكاديميين شويه. طبعا مش معنى كده ان غير الاكاديميين غير كفء، لا بالعكس في منهم ناس ممتازه جدا وشاطره جدا. بس عشان طبعا الجانب التربوي ده بما ان احنا دارسين طبعا التربيه الى جانب المواد الفنيه فبنعمل عمليه مزج ما بين الاثنين. احنا دلوقتي زي ما الدكتور عمرو قال قوه ناعمه، القوه الناعمه هيتم استغلالها ازاي؟ عن طريق التربيه والفن. وهم طبعا عندنا مختلف العناصر اللي عندنا في الكورال او الموسيقى من كليات مختلفه، يعني مش من كليه تربيه موسيقيه بس، لا من صيدله ومن طب ومن هندسه ومن علوم، من جميع الافرع الكليات المختلفه كلها. في بينهم اللي بيدرس الجانب التربوي طبعا وفي منهم بيدرس الجانب العلمي. احنا بقى المفروض في الجزء يعني ده اختياري؟ ده طبعا هو بيجي طبعا التنسيق على كليته. ولكن بقى النشاط الفني احنا بنعمل زي بلان كده في اول السنه زي مسابقه كده على مستوى الجامعه كلها. بيتم اختيار عناصر الفريق الموسيقى والكورال طبعا بيكون دكتور عمرو هو المحكم فيها وانا محكم فيها برضو الى جانب بعض اعضاء التدريس برضو من زمايلنا بحيث نعمل لجنه تحكيم كده وناخد اراء بعض بحيث لما ننقي العنصر الكويس او حتى اللي نسبه موهبته مثلا طبعا حضرتك عارفه ان الموهبه دي قدرات طبعا عند ربنا طبعا فمثلا نسبه 60% 70% هو بيخش نعمل زي حاجه زي ورشه عمل كده وبروفات بيبدا هو يثقل بقى نفسه فنيا من الجانب ده. الجانب الطلبه برضه الممتاز جدا اللي بحب برضه عن اشكر عليه بقى طبعا الطلبه اللي معانا الجمال دول اشكر قبل منهم اولياء امورهم اللي بيستحملونا احيانا برضه وعندهم ثقه فينا وثقه في اداره الجامعه ومؤسسه الجامعه والثقه في المدربين والمشرفين الفنيين اللي معانا كلهم طبعا. فانا بحييهم جدا 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 اللي صبرهم معانا وهم عندهم ثقه ان الطلبه دول هيبقوا احسن ودافع احسن لهم الفن ده وتشجيعهم ليهم وفي يعني ما شاء الله معانا ناس يعني بيحققوا امتيازات وجيد جدا طبعاً. التقدير العام بتاعهم ما يبقاش الفن بيعطل الطالب بالعكس. فهنا بقى الجانب التربوي مع الجانب الفني بيدعم الطالب ويخليه يطلع زي ما نقول ايه فنان الى جانب هو مهندس الى جانب هو طبيب يبقى مميز ومتميز وسط زمايله كلهم. زي ما حضرتك قلت قوه ناعمه واحنا دايما يعني مصر عندها جيش بقى من القوى الناعمه يعني يمكن لو بصينا كده على تاريخ مصر في الفن لا يعني حدث ولا حرج أكيد. فمحتاجين دلوقتي ان احنا يكون عندنا مواهب فعلا وزي ما حضرتك اتكلمت هم بيمثلوا مصر بالظبط قدوه لشباب كتير جدا موجود.